للمزيد ينضم إلينا من بيت لحم عبد الله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. سيد عبد الله أهلا بك، وبداية مزيد من التفاصيل حول عمليات الاعتقال في الضفة الغربية بشكل عام وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها في الفترة السابقة. نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال والحملات الواسعة والمكثفة التي بدأت منذ 7 أكتوبر بشكل متسارع، حيث كان ارتفاع في وتيرة الاقتحامات لمختلف القرى والمدن والمخيمات، ويصاحب ذلك عمليات مداهمة لمنازل المواطنين بعد تفجير أبوابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والدخول إلى غرف نوم المواطنين والاعتداء عليهم، حيث يسود عمليات تخريب وتحطيم وتكسير لمحتويات المنازل واعتداءات على أفراد الأسر الفلسطينية. هذه الاعتقالات طالت أكثر من 6400 مواطن فلسطيني منذ 7 أكتوبر من الرجال والنساء والأطفال، وكذلك من الصحفيين والممرضين والنشطاء السياسيين والأسر المحررين. تحديدا كانوا هدفا استراتيجيا لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي. ومحافظة جنين هي إحدى المحافظات الفلسطينية التي تعرضت إلى عمليات واسعة من الاقتحام، وتحديدا مخيم جنين شأنه شأن باقي المخيمات الفلسطينية، ولكن كان هناك تركيز يعني من قبل منظومة الاحتلال من خلال عمليات التخريب للبنية التحتية وكذلك اعتقال المواطنين الفلسطينيين. أكثر من 1000 مواطن فلسطيني اعتقلوا من محافظة جنين والمخيم لوحدها خلال الفترة الماضية، وخلال الشهر الماضي فقط 120 معتقلا من المخيم وضواحي محافظة جنين. وبالتالي هذه الاعتقالات تعبر عن نزعة انتقامية وسلوك عدواني ووحشية في التعامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتلقى التعليمات من مختلف الجهات السياسية والعسكرية للانقضاض على حقوق شعبنا الفلسطيني. في رأيك لماذا يتم التركيز على مدينة جنين ومخيمها في الفترة الماضية، يعني أو الأيام القليلة الماضية؟ يعني كل هذه المحاولات في يسعى الاحتلال من خلالها إلى القضاء على جذوة النضال الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لا زال يرضخ تحت احتلال عسكري منذ أكثر من 75 عاما، وبالتالي كل القوانين الدولية تتيح لهذا الشعب وتمنحه حق المواجهة والنضال والدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظة جنين ومخيمها كما باقي المخيمات. يعني بشكل عام مخيمات الضفة هي مستباحة يوميا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الآليات العسكرية التي قامت خلال الآونة الأخيرة بعمليات تخريب غير مسبوقة للبنية التحتية وللكهرباء والمياه وهدم للمنازل. هذا كله يأتي في سياق نزعة الاحتلال التي يعبر من خلالها عن الحقد والكراهية والانتقام بحق كل ما هو فلسطيني. وجنين من المحافظات التي يعني تستهدف بشكل دائم حتى قبل 7 أكتوبر، يعني أكثر من 100 شهيد قدمت محافظة جنين والمخيم خلال الفترة الماضية، وهذا يعني يأتي في سياق الحرب الشاملة والتصعيد الخطير الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في مختلف المدن والقرى. نعم، ماذا عن استهداف الأفراد في الشوارع في مدن الضفة الغربية؟ نعم، هناك استهداف من خلال عمليات القتل والإعدام والتصفية، وكذلك من خلال عمليات الاعتقال على الحواجز العسكرية التي ارتفعت أعدادها بشكل كبير والتي تقسم أوصال الأراضي الفلسطينية بشكل دائم، تعرقل حركة الناس إلى أشغالهم والطلبة إلى جامعاتهم. هذه الحواجز العسكرية التي تشكل أدوات لقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإهانة أفراد المجتمع الفلسطيني عبر سياسات انتقامية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة. هذا بالإضافة إلى
عمليات اعتقال أفراد من الأسر الفلسطينية للضغط عليهم لتسليم أبنائهم. هناك مئات من الحالات التي تم اعتقالها كرهائن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حين تسليم الشخص الذي ينوي الاحتلال اعتقاله في حال اقتحم أحد المنازل ولم يجده داخل المنزل، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات، يعني مركبات تم مصادرتها أكثر من 50 مركبة فقط خلال الشهرين الماضيين تعود لأسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي ليس لهم وإنما لعائلاتهم. ورغم أنهم يؤكدوا بأنهم قاموا بشراء هذه المركبات من خلال قروض بنكية، إلا أن الاحتلال يصر على مصادرتها ومسرقة أموال ومصاغات ذهبية بشكل يعني عدواني دون تسليم هذه العائلات أي أوراق تثبت أنه قام بمصادرة أو سرقة هذه الممتلكات. وهذا يندرج في سياق يعني الخسائر الاقتصادية والمعنوية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في كل عملية اقتحام لمنازل المواطنين. ماذا رصدتم عن أوضاع المعتقلين في داخل المعتقلات؟ يعني لا شك أن الأسرى يعيشون دربا من الجحيم في ظل الحالة الكارثية الغير إنسانية والتي لا تليق بالحياة الآدمية داخل معتقلات الاحتلال، التي تحولت إلى أقسام معزولة تماما عن العالم الخارجي في ظل سياسات الاعتداء والانقضاض على حقوق الأسرى. اليوم الأسرى يفتقدون كافة حقوقهم الإنسانية في ظل غياب الرقابة القانونية والحقوقية وغياب منظمة الصليب الأحمر الدولي عن القيام بالدور المنوط بها كمنظمة دولية من يجب أن تعمل في ظل هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي يتعرض لها الأسرى إلى الحرمان من كافة حقوقهم، عملية تجويع يعيشها الأسرى بالإضافة إلى تجريدهم من ملابسهم في ظل هذا البرد القارس. يعني هناك اكتظاظ كبير في أعداد المعتقلين داخل أقسام السجون، حيث أصبحت الغرف التي تتسع لأربع أو خمس معتقلين يزج بها 12 و 15 معتقل، منهم من ينامون على الأرض دون أغطية ودون فرشات. هناك انتشار للأمراض في ظل انعدام وسائل وأدوات النظافة والتعقيم وقلة الاستحمام وقطع المياه والكهرباء. الحالة كارثية، ولا تنسى أن هناك 7 شهداء كانوا قد ارتقوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان نتيجة الضرب المبرح والاعتداءات والإيذاء البليغ والوحشية في التعامل. السجون اليوم يعني تحولت 180 درجة عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من خلال التعليمات والتوجيهات من جيش الاحتلال والمستويات السياسية والعسكرية التي تسعى إلى الانقضاض على كافة الحقوق الإنسانية لأسرانا داخل المعتقلات. وهذا يتحمل جزء كبير من مسؤوليته المنظومة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي فشلت فشلا ذريعا أمام توفير الحماية الدولية والقانونية للشعب الفلسطيني وللأسرى داخل المعتقلات. فيما يتعلق بهذه النقطة سيد عبد الله، يعني ما هي الجهود إن كانت بالفعل ترون بأن هناك جهود رامية للإفراج عن المعتقلين من خلال هذه الوكالات أو من خلال هذه المنظمات، منظمات حقوق الإنسان أو حتى المنظمات الدولية بشكل عام، وكيف تتواصلون معها؟ يعني أولا المنظمات الدولية كما قلت لك لم تستطع وقف أو الحد من هذا النزيف الكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق في حرب الإبادة والقتل اليومي للأطفال والنساء في قطاع غزة، أو عمليات الاعتقال والقتل أيضا والمداهمة وتفجير أبواب المنازل وهدم المنازل والاعتداء على المواطنين في الأراضي الفلسطينية. نعم نتواصل مع هذه المنظمات الدولية ونضعها في صورة كل الكوارث والخروقات لكل القوانين الدولية والاتفاقيات التي ترص على احترام حقوق الإنسان بشكل عام. التقينا مع رئيسة منظمة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين ووضعناها في صورة كل هذه التفاصيل، ولكن منظمة كالصليب الأحمر لا تستطيع أن تزور الأسرى داخل المعتقلات، فما الداعي لاستمرار عملها طالما أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ويضع عقبات كبيرة أمام هذه المنظمة الدولية التي لها صلاحيات أكبر من كل صلاحيات المنظمات الفلسطينية الموجودة في الأراضي المحتلة. هذا من جانب
آخر الأسرى هم رهائن لدى منظومة الاحتلال، والاحتلال الإسرائيلي كان سببا رئيسيا في غياب الأفق والأمل لتحرير هؤلاء المعتقلين، خاصة عندما نتحدث عن أكثر من 570 معتقلا يقضون السجن مدى الحياة، منهم من أمضى أكثر من 40 عاما و30 عاما في المعتقلات. بعد عام 2014 تنكر الاحتلال الإسرائيلي لكل الاتفاقيات التي وقعت برعاية أمريكية، وتحديدا إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين كانوا معتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، وبالتالي أصبح كل أسير منهم يحمل جثته على كتفه. غياب الأفق السياسي وتنكر الاحتلال الإسرائيلي لكل القوانين والاتفاقيات الدولية يضع الأسرى في دائرة الاستهداف اليومي. هؤلاء من حقهم أن ينعموا بالحرية، وبالتالي في ظل هذا العدوان والحديث عن صفقة تبادل الأسرى، يبقى الأمل الوحيد لهؤلاء الأسرى أن يتحرروا من خلال صفقات، في ظل يعني وقف كل المفاوضات وتنكر الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاتفاقيات الدولية التي كانت برعايات مختلفة، سواء من خلال الجهود المصرية التي كانت دائما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، أو الجهود العربية من الأردن ومن قطر، كلها جهود كانت تصب في مصلحة يعني إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها وقف إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يصر أن يتنكر لكل هذه الاتفاقيات، وأن يسير قدما في استمرار سياسة الاحتلال والقتل لأبناء شعبنا الفلسطيني. أخيرا، يعني كيف تتابعون الجهود التي ربما تنوي لإجراء صفقة في الفترة القادمة فيما يتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين، وهل ترون بأن هناك أملا في هذه الصفقات في الفترة القادمة؟ شوف، يعني منذ 4 شهور على هذا العدوان وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي يعني تحقيق أي من الأهداف التي وضعها، وتحديدا فيما يتعلق في إعادة المحتجزين في قطاع غزة. وبالتالي لا يوجد سبيل إلا إنهاء هذا الملف بشكل كامل عبر صفقات تتعلق في الإفراج عن أسرى فلسطينيين، في ظل وجود أكثر من 9000 معتقل فلسطيني اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عندما بدأت الهدن قبل نحو شهرين وتوقفت، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه في قطاع غزة من خلال عمليات القتل وترويع المواطنين وحرب الإبادة الجماعية. وبالتالي نحن اليوم ننظر بأمل حقيقة كمؤسسات فلسطينية، كشعب فلسطيني، كأهالي أسرى، حتى الأسرى داخل المعتقلات يعتقدوا بأن الأمل الوحيد لحريتهم وخلاصهم من هذا الاحتلال، في ظل من هذه السجون، في ظل انعدام الأفق السياسي، هو عمليات التبادل. نحن نتحدث عن أسرى أمضوا سنوات طويلة في السجون لم تشملهم صفقات ولا اتفاقيات، في ظل تنكر الاحتلال لهذه الاتفاقيات. لذلك اليوم هذه الجهود المصرية والقطرية ومن مختلف الجهات الدولية، نحن نقدر كل هذه الجهود التي تبذل من أجل وضع حد لهذا الاحتلال، لأن القضية الأساسية هي إنهاء الاحتلال وانسحابه من كافة الأراضي الفلسطينية على قاعدة حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه. وقضية الأسرى هي قضية تمس كل العائلات الفلسطينية. الاحتلال اعتقل أكثر من 1,200,000 مواطن فلسطيني منذ بداية هذا الاحتلال. اليوم الاحتلال يحتجز أكثر من 9,000 فلسطيني داخل السجون، منهم أكثر من 570 محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، بالإضافة ل4,000 معتقل معتقلون إداريا، يعني دون تهم ودون محاكمات. هؤلاء من حقهم أن يتنفسوا الحرية، لا أن تستمر منظومة الاحتلال باحتجازهم كرهائن دون وجود أي أفق سياسي لحريتهم. لذلك نحن نتابع كل التحركات التي من شأنها أن تشكل درعا حاميا لشعبنا الفلسطيني ولحريته ولأسرانا داخل المعتقلات. من بيت لحم عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.